بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملفات مسؤول. النهاردة هنتكلم عن موقع مهم جدا ومكان مهم جدا في محافظة جديدة، مهم أيضا جدا داخل محافظات جمهورية مصر العربية. دائما وأبدا نسعى لخدمة المواطن ونسعى لإبراز هل في خدمات للمواطن تقدم أم لا تقدم، هل المسؤول مقصر أم لا يوجد تقصير، وهل لو المسؤول مقصر هنقدر نواجهه بالتقصير بتاعه أم ماذا. ومن ميثاق الشرف الذي عهدنا ووعدنا به أبنائنا وإخواتنا المواطنين داخل جمهورية مصر العربية في برنامجكم ملفات مسؤول، أننا دائما وأبدا نطرق أبواب المسؤولين. وقبل أن نطرق أبواب المسؤولين وفجأة نذهب إلى الميدان، ميدان العمل هنا وهو الشارع، المواطن، نذهب إلى المواطنين في الشوارع ونسأل ونستفسر ماذا يحدث، وبعد ماذا يحدث لماذا يتم هذا، وبالتالي نجمع في أوراقنا وندون في دفاترنا مشاكل المواطنين، استفسارات المواطنين، أسباب التقصير إن وجد التقصير، الإنجاز، إنجاز التعبير أنه إنجاز مع إرضاء المواطن، ونذهب إلى المسؤول، نطرق الأبواب في الحين دون تحديد موعد. نطرق الأبواب نقول نحن برنامج ملفات مسؤول، محتاجين نتحدث مع سيادتك كمسؤول عن ملفاتك بأوراقنا هذه، هذه طلبات ومشاكل وهموم المواطن الذي أنت مسؤول عنه أمام الدولة المصرية وأمام الله. ولهذا ومن منطلق هذا، اليوم أنا بمديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة. لماذا؟ لأن مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة مسؤولة عن 200,700 رأس ماشية، ومسؤولة عن 55,000 رأس أغنام وماعز. وتداولت مؤخرا أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة أنجزت في خلال 9 أشهر ضبط 160 طن لحوم فاسدة ومخالفة للاشتراطات الصحية. ومن منطلق الحفاظ على حياة الحيوان وصحة الحيوان، لأنه إذا سلم البروتين الحيواني وصحة البروتين الحيواني المقدم إلى المواطن سلمت وغنمت صحة المواطن. ومن هذا المنطلق توجهنا إلى السيد الدكتور علاء عبد العال أحمد، وكيل وزارة الزراعة والطب البيطري ومدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة. خلونا نقتصر في الكلام ونختصر في المقدمات، ونتوجه الآن إلى السيد الدكتور علاء عبد العال، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالجيزة. أهلا وسهلا بك يا فندم في برنامجنا. أهلا بحضرتك وأهلا بكم في مديرية الطب البيطري بالجيزة. أولا يا فندم، يعني استسمحك عذرا ان احنا جينا من غير موعد سابق. لا تشرفوا. لكن دائما وأبدا يعني معالي دولة وزير الزراعة سيد بيك القصير ومصطفى بيك الصياد نائب الوزير وقيادات التنفيذية بوزارة الزراعة زائد معالي محافظ الجيزة دائما وأبدا يقول احنا ما عندناش حاجة نخبيها، طالما هنخدم المواطن توجه في أي مكان. مزبوط. كل الدواوين مفتوحة والقيادات وجب عليها أن تفسر إذا كان في تقصير، تقول لماذا في تقصير وحنعالجه إزاي. مش عيب إن احنا نعترف بالخطأ، لكن العيب أننا ندفس رؤوسنا في الرمال ولا نقتنع بالتغيير لخدمة بلدنا وخدمة المواطن. ومن هذا المنطلق طبعا هتعذرنا وتسامحنا إن احنا جينا فجأة. لا تحت أمرك. وخلينا دائما وأبدا نبدأ السؤال المهم، لأننا نعلم كفريق برنامج وكعربي عيسى نعلم من هو الدكتور علاء عبد العال أحمد، لكن بعض المشاهدين يرغبون في التعرف من هو الدكتور علاء عبد العال أحمد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ابن من أبناء محافظة الجيزة ومن أبناء مديرية الطب البيطري بالجيزة،
عمري كله قضيته في المديرية. شرفت بتولي منصب مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة من 14 سبتمبر 2022، وقبل كده تدرجت في العمل الإداري وأعمال مديرية الطب البيطري بالجيزة. توليت أعمال بالوحدات البيطرية، وبعد كده أعمال في إدارات الصحة العامة وفي إدارات الرعاية، وقعدت مدة ماسك أعمال الطب الوقائي بالمحافظة كلها ومسؤول عنه، لحين توليت منصب مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة. والله يا فندم، هي سيرة ذاتية مشرفة، لأن دائما وأبدا نتحدث أن يجب أن تكون القيادات من كوادر الميدان. إذا تحدثت بهذا المنطلق في تدرج السلم الوظيفي، فأنت الآن على رأس المنظومة داخل مديرية الطب البيطري، فهذا مثال مشرف، لأن دائما بيكون القيادة اللي هي بتتدرج بتكون فعلا هي تعتبر وحافظ المكان، وفي نفس الامر قدوه للموظفين عنده، لانه كان معاهم ابنهم واخوهم واستاذهم. فالنهارده هو مش مكسوف منك، لان انت حافظ المديريه وحافظ اماكن المديريه وحافظ اماكن المحافظه. خلينا بقى ندخل يا فندم على طول. انت تردد في الفتره الاخيره ان في ضبطيه 186 طن مخالفات لحوم فاسده، ونعلم علم اليقين ان اداره التفتيش على اللحوم من اهم البنود التي تهم المواطن. انا النهارده رايح اشتري لحمه، سواء ماشيه، ابقار، جاموس، ماعز، دواجن، اسماك، كبروتين حيوان، انا عايز ابقى مطمن ان هشتري من الراجل ده سليم ولا لا. انت النهارده قلت لي في 186 طن ضبطناهم لحوم فاسده، رقم كبير مش رقم قليل، خاصه يعني انت النهارده 186 طن يعني انت جمعتهم من محافظه، فانت النهارده منتشر على الارض. انا عايز اعرف يا فندم، هل في انجاز فعلا ولا دي ارقام تقال؟ قسمهم لي يا فندم واديني تفاصيل ال 186 طن تم ازاي وتوزيعاتهم ان شاء الله يا فندم. تمام. هو اولا ال 186 الف طن دول دي مضبوطات من اول شهر يناير 2023 لحد شغل شهر سبتمبر 2023، يعني 9 اشهر، ودول معاهم 405 محضر قانوني وعرض على النيابة وبيتاخد فيها أحكام، يعني دي مضبوطات ومحاضر، 405 محضر على مدار 9 أشهر. الحقيقة إحنا اللي بيقوم بالشغل ده عندنا إدارة اسمها إدارة التفتيش على اللحوم. الإدارة دي يوميا بتطلع حملات مع مباحث التموين ومع الأحياء ومع أقسام الشرطة، بتبقى مقسمة البرنامج العمل الأسبوعي على مجموعة الأحياء بتاعة المحافظة، وبناء على احنا برضو عندنا أجهزة بتعاوننا، تحريات، شكوك في ثلاجات، بلاغات بتجينا، بنتحرك بناء على الحاجات دي ونبتدي بنداهم الأماكن اللي فيها المخالفات. طبعا في المخالفات أنواع، تبتدي من الذبح خارج المجازر، والذبح خارج المجازر ده بيشكل مشكلة كبيرة، لأن واحد بيجي بيذبح في الشارع بيعمل مخالفات بيئية. الحاجة التانية اللحمة دي ما بيتكشفش عليها، فممكن تكون حاملة للأمراض للي بيتداولها، أو مصابة كمان، أو مصابة بأمراض. وتنتهي المخالفات دي بمخالفات عرض لحوم فاسدة، اللي هي اللحوم مجمدة، لحوم منتهية الصلاحيات بتاعتها، منتجات دواجن مقطعة، طريقة الحفظ كمان غير صالحة. وكمان دي حضرتك احنا بنداهم تلاجات، يعني التلاجة دي ممكن تلاجة مساحتها قد مساحة المبنى ده بتشيل بال 200 ألف طن، ممكن نخش نلاقي شولة مليانة هياكل دواجن. هياكل الدواجن دي اللي هي حضرتك عبارة عن مخلفات ذبح المجزر، اللي هو المجازر الكبيرة بتيجي تخلي الدواجن وتتخذ الوراك والصدور، بيبقى الهيكل والجلود دي، في ناس بتقوم مجمعاه ومخزناه وبتاخده لمفارم يتفرم، وبعد كده الحاجات دي ممكن تخش في مصنعات
مصنعات. للأسف الحاجات دي فيها فساد ونسبة نسب حمل بكتيري عالية جدا جدا، وبتعمل تسمم غذائي ومشاكل. في كمان حضرتك الناس دي بتاخد الحاجات دي وبتعمل بقى مصنعات لحوم وبرجرات وغش تجاري، وبتحط في الكفتة والحواوشي. فاحنا كل المخالفات التلاجات دي بنشتغل عليها مع الأحياء، مفارم غير مرخصة، فالمضبوطات بتبقى متنوعة. يعني حضرتك ال 186 ألف طن دول عبارة عن إيه؟ في منهم لحوم طيور، في أسماك، في أحشاء، احنا بنضبط كوارع متجمدة بالجلد، الأحشاء المصارين متجمدة زي ما هي بالقرف اللي فيها. مصنعات لحوم اللي هي عبارة عن يا إما حاجات منتهي الصلاحية، أو حاجات غير مرخص، أماكن غير مرخص ليها نعمل المصنع. بير السلم بالضبط كده، بير السلم، لحوم مجمدة منتهية الصلاحية بتاعتها، مخلفات. ممكن نلاقي ناس مجمعة جلود حيوانية، رؤوس حيوانية، لحمة راس كده زي ما هي بجلدها. طب يا فندم، هنا انت حضرتك بتقول 186 ألف لحوم، طن لحوم فاسدة، و 186 ألف طن لحوم فاسدة على 405 محضر. يعني اذا النهارده في 405 مكان داخل محافظه الجيزه تم الضبط فيهم هذه الارقام. ده برضو رقم كبير. انا المتوسط الاسبوعي عندي دلوقتي ما بين 8 محاضر ل 12 محضر. 8 محاضر ل 12 محضر. بس حضرتك بتتكلم على احياء. صح. هيشوف حضرتك عندنا احياء، جهات، مراكز ومدن. يعني احنا الجيزه محافظه الاطراف كبيره، من اول اطفيح جنوبا لحد منشيه القناطر مع المنوفيه شمالا. عندي مدينه 6 اكتوبر دي محافظه لوحدها. كل يوم بنلاقي مخالفات. طب يا فندم، ما ينفعش اعدي السؤال ده وفي البند ده بالذات. انا دلوقتي مواطن وهشتري لحمه، ازاي اعرف انها سليمة؟ اول حاجة انا بشتري من مكان يكون المكان ده موثوق، موثوق فيه. في اللحمة بقت اختامها سهلة، ختم دائري، ختم ده للحمة اللي هي الصغيرة في السن. اللحمة الكبيرة في السن بتبقى الختم مستطيل. ده في المجازر. في المجازر. وده بالمجازر الدكتور البيطري بيبقى قاعد في المجزر بيكشف. ما هو الغش كذا حاجة. ممكن حضرتك يذبح لحمة ويطمس أختام ويقول ان هي لحمة صغيرة وهي لحمة كبيرة في السن، تقعد لها 4-5 ساعات على النار ما تستويش. يعني ده غش تاني خالص، غير تاني. غير اللحوم الفاسده كمان، ويبيعها بسعر غالي. ويبيعها بسعر غالي كمان. هي النهارده الختم عباره عن 5 مثلثات، كل مثلث مكتوب فيه علامه. المثلث مكتوب فيه به قاف يعني بقري، جيم الف يعني جاموسي، كده بيحدد نوع اللحم. مكتوب فيه 1 2 3 4 5، واحد ده يعني يوم الذبح. مكتوب فيه اسم المحافظة، جيم جيزة. مكتوب فيه اسم المجزر، مكتوب فيه كمان الكود بتاع المجزر. كل ده عليها. هو طبعا المواطن اللي بيشاهدنا دلوقتي هيقول لك ما انا مش عارف الكلام ده. هو انا يعني اذا سمح لي الوقت وسمح لي الدكتور علاء، نتجول في حلقات قادمة داخل المجازر دي ونفرد الاختام ونشرحها بوضوح عشان المواطن. ما المواطن النهارده الكلام يقول لك الكلام النظري، ما هم قاعدين في المكاتب بيقولوا كلام نظري. عايزين نوعي الناس كمان. عشان الناس برضو ايه، تبقى مطمنه وعارفه ان الشغل ده فعلا بيتم. بالظبط. انا مش بقول كلام مش على الواقع، لا. الختم هو المدور اللي الدكتور علاء بيقوله، الختم المربع، الختم المثلث، التسلسل. طب انا النهارده كمواطن ما فهمت، يعني انا لسه ما عرضتش او ما نزلتش على الارض وصورت للمواطن عشان اعرفه الختم. انا كمواطن هشتري خلاص، انا ما اعرفش الاختام او مطموس او كذا، وانا دخلت على اللحمه. لو لقيت ايه مثلا من الدكتور علاء يقول لي لو لقيتها مثلا لون اللحمه ايه او او او، يبقى خلاص ارجع وانا اتوجه بعد كده لحد تاني. هو حضرتك اللحمه اللي هي الفريش اللي هي لونها اللي هي لسه مذبوحه،
اللون بتاعها بيبقى اللون الأحمر يميل للوردي أو الأحمر اللي هو الفاتح. لو لقيت اللحمة اللون اللي هو الغامق أحمر مزرق قاتم أو مد إيدي عليها إليها ممزلقة كده يبقى دي مركونة بقالها فترة. ما جا شمها لو شميت إيدي كده بعد ما أنا حطيتها عليها لقيت أي ريحة غير الريحة اللي احنا بنقول الريحة المستحبة للحمة اللي احنا عارفينها، ممكن الاقي ريحة زرنخة او الاقي ريحة روايح غير طبيعية. دي بتقول ان في حصل تغير في احنا بنقول عليها في الخواص الطبيعية للحمة. لو لقيت في خضار على داخل اللحمة دي علامات تعفن برضو، ده اسمه تغير في الطبيعة في الصفات الطبيعية للمنتج نفسه. ده بالنسبة للمعروض، ما راحش الواحد معلق لحمة بيضة خالص وقول ده طازة وما كشفش عليه. أنا ما عرفش اللحمة، ممكن عجل مريض، ممكن عجل هو قال ألحقه بالسكينة. فهو الرقابة بتيجي من المواطن نفسه. المواطن ممكن يشجع على الغش وممكن ما يشجعش على هو الغش. هو عين الأجهزة برضو في الشارع. تمام. طب فندم، يعني سيادتك في ذكرت في حديثك دور المهم للمجازر، سواء مجازر اللحوم او مجازر الدواجن. انت حضرتك اسنيت وقلت، يعني استشفيت من كلام حضرتك ان المجازر لها دور مهم، اولهم في مراقبه الحيوان قبل الذبح، يعني ثانيهم ان انت بتختم وتشوف الاشتراطات وبعد كده تطلع اللحوم. عايزين نعرف المجازر هنا في محافظه الجيزه اعدادها ونشاطها واهميتها، وازاي حضرتك بتطورها او بتدعمها كانها تعتبر اولا نشاط استثماري ايضا. تمام. غير انها خدمه للمواطنين وحفاظ على صحه المواطنين، هي نشاط استثماري للدوله المصريه عموما. اتفضل يا فندم. هو طبعا اولا المجازر دي خط الدفاع او خط من خطوط الدفاع الاولى عن صحه المواطن. ليه؟ لان انا المجزر الحيوان بيخش بيتذبح الاول بيتعمل عليه كشف ظاهري، بيكشف عليه هل الحيوان ده سليم ولا بيعاني من اي امراض ممكن تكون ضاره بالانسان. بعد كده الحيوان ده لما بيتم ذبحه داخل المجزر بيتم الكشف عليه. احنا عندنا مرض خطير جدا جدا لا يتم اكتشافه الا عن طريق الذبح، الا هو مرض السل. مرض السل ده مش اقدر اكتشفه في ممكن يبقى حيوان حي وبياكل وبيشرب زي الفل واجي اذبحه واكشف عليه من جوه الاقيه مليان سل، سواء سل عام او سل في مكان معين في الذبيحه. فالامراض دي المرض زي ده خطير، مش هكتشفه الا غير عن طريق بعد الذبح، الا غير بعد الذبح. ففي امراض هذه الامراض طفيليه وامراض السل والامراض دي بكتشفها بالذبح بعد ذبح الحيوان والكشف عليه. طب احنا عاملين كمان حاجه في المجازر اسمه مشروع التامين على المشي، او باسمه دلوقتي مشروع تكافل الجزارين. النهارده الجزار اللي لو حيوان تم اعدامه او اعدام جزء منه في المجزر لاي ظرف بيتم تعويضه ماديا نتيجه الاعدام بتاع الحيوان بتاعه. اذا انا الجزار بيتعوض وانا في نفس الوقت بحمي المواطن من المنتج الضار ده اللي هو ممكن يأذيه. كمان النهاردة انا بحافظ على الصحة العامة. انت النهاردة المواطن او الجزار لما يذبح في المجزر ولا ان هو يذبح في الشارع يلوث البيئة، يذبح في المجزر. دي نقطة. النقطة التانية كمان احنا جينا هنا في محافظة الجيزة، انا مش عايز اقول لحضرتك احنا عندنا رقم، احنا دبحين لحد دلوقتي من اول يناير لحد شهر 9 حوالي 134 ألف راس. فبنذبح ومجازرنا مفتوحة وبنناشد الجزارين ان هي موضوع الذبح خارج المجازر ده مشكلة. طب ده بالنسبة للحوم اللي هي الماشية والبيج، يعني الحيوانات البيج. طب بالنسبة للدواجن بقى فندم، وصلنا قد ايه بقى من الدواجن؟ لا احنا دابحين في التسعة اشهر دول فوق عن ال 12 مليون راس المجازر. 12 مليون احنا راس. عندنا ما يعني ايه، عندنا 21 مجزر حكومي بالنسبة للحيوانات الكبيرة واثنين مجزر خاص، ومجازر الدواجن عندنا حوالي 54 مجزر خاص مجازر، واحنا بنكشف عليها بنشرف عليها وعلى
الدواجن اللي هي طالعه وعلى الثلاجات بتاعتها. طب بالنسبه للاشراف على المجازر، خلاص احنا ايقنا وعرضنا للمواطن، قلنا قيمه المجزر لسلامه وصحه الانسان بمراقبه الحيوان المذبوح قبل العرض على الاستهلاك. انا كطب بيطري ازاي اامن سلامه المجزر نفسه عشان اقول ان المنتج مش هيتلوث في المجزر؟ تمام. احنا حضرتك المجازر بتاعتنا كلها طبعا، المجازر المنشأة في مصر معظمها مجازر تعتبر كأنها نقاط ذبيح، والمجازر الكبيرة اللي هي اللي اتعملت كلها تم على مدار السنين اللي فاتت دي تم إهمالها، فما خطوط الإنتاج بتاعتها تعطلت، فالذبح كله بقى يدوي. ولكن احنا بقدر الامكان بندعم المجازر بالصيانات واعمال النظافة والعمالة اللي هي يبقى المنتج اللي طالع صحي. وفي نفس الوقت احنا عملنا خطة واشرف عليها معالي محافظ الجيزة لنقل المجازر للظهير الصحراوي. للظهير الصحراوي. وحطينا خطة لانشاء مجمعات للمجازر، مجمع في جنوب الجيزة في منطقة جرزة في العياط، ده هياخد المجازر بتاعة جنوب الجيزة كلها، تبقى يتعمل مجزر آلي كبير في 40 فدان في جرزة، وتم الموافقات كلها، مستنيين تصديق فخامة رئيس الجمهورية على التخصيص، وبعد كده سيتم إنشاء المجزر آلي كبير. المجزر ده هيخدم الجيزة وهيخدم المناطق اللي حواليها كلها، المحافظات اللي حواليها. وفي نفس الوقت برضو في يعني في افكار تانية لانشاء سوق قريب منه، منطقة بنقول عليها كارانتينا او حجر لتخزين الحيوانات فيها، بحيث يبقى ماركت كبير للحيوانات الحية، بحيث انت تاخد من الماركت تشتري على طول. طب هو يعني انت حضرتك قلت ذكرت المحاجر، هل الجيزه فيها محاجر؟ حجر بيطري احنا عندنا في الجيزه في الظهير الصحراوي عندنا مجموعه محاجر، بس دي قطاع خاص، دي السعه بتاعتها 60,000 راس مشي للحجر البيطري. وحاليا عندنا في الجيزه حيوانات تحت الحجر، يعني بعد انتهاء فتره الحجر هتنزل في الاسواق. ده خلينا في خلال الشهر ده حوالي ما يقرب من 26,000 راس. طب هو فين 26,000 راس؟ من البرازيل. تحجر في الجيزه. ده خبر كويس طبعا، لان انت كده قربت المسافه على المربين او المستهلكين، ان هو سعر التكلفه بتاع الماشي راس الماشيه مش هيزيد، فبالتالي برضو اللحمه هتبقى سعرها المتداول اقل، لان النهارده لما بحجر في الحدود على المناطق الحدوديه ده سعر التكلفه في النقل بيبقى مكلف. طبعا ده بالاضافه لان هي الحيوانات دي حيوانات عجول تربيه، يعني بتيجي عجول صغيره الوزن بتاعها من 200 كيلو ل 300 كيلو، بعد انتهاء فتره الحجر بتاخد جميع انواع التحصينات واللي مطمئنة على كل الحاله الصحيه، بيتم ايه المزارع بقى الكبيره بيتم نقل العجول دي، تاخد الفينيشنج بتاعها في دورات التربيه، تاكل الاكل المصري والتربيه المصريه، اما بتوصل للاوزان اللي هي اللي بالبلدي بنقول عليها ان هي استوت، وصلت ل 400 كيلو 500 كيلو 600 كيلو، تتذبح بقى، الطعم بتاعها زي اللحم البلدي وافضل. وبعدين دي كمان بتنزل لي اسعار التربيه. النهارده المستثمر الكبير عشان يعمل دور التربيه للتسمين، طب لو الحيوانات دي مش موجوده هيضطر عايز ينزل الاسواق عشان يجمع مثلا 1000 راس بلدي وزن 300 كيلو، مش هيعرف. صح. فهي دي بتعمل ضخ كميات كبيره من التربيه في الاسواق في مده قصيره. اجي انا النهارده الناس اللي واخده دوره التربيه دي عارفه انه هيقدر يطلع منها جزء على شهر رمضان ان شاء الله، وعارف ان هو يقدر يطلع جزء على العيد الكبير. ده تفكير بقى لقدام. صحيح. يعني استثمار واقتصاد للبلد بالظبط، وفي نفس الوقت خدمه للمواطن. النهارده السعر يبقى متوازن، ما فيش ارتفاع فوق جامد ولا هبوط جامد. بالظبط كده. طب انا هرجع برضو لنقطه مهمه
لانها من صميم دور الطب البيطري. مجزر، محجر، ده دور عليه طب البيطري رقابي بحت. تمام. يعني انا النهارده لو اخدت كامره ملفات مسؤول ونزلت المجزر، هلاقي الاشتراطات الطبيه البيطريه داخل المجزر اندر كنترول. طبعا. هلاقي الاشتراطات الطبيه البيطريه داخل المحجر تحت ايدي الدكتور علاء عبد العال مدير الطب البيطري بمحافظه الجيزه. طبعا انا ممكن اخد حضرتك لمكان مشروع متكامل عباره عن محجر، الساعة بتاعته ووريك الحيوانات، الساعة بتاعته فوق عن 40,000 راس، وملحق به مجزر شغال ده قطاع خاص. ومن المشاريع قطاع خاص مش حكومي، اصل دائما يقدر يقول لك اصل القطاع الخاص ما بقاش تحت السيطرة قوي. لا لا يا فندم، اصل هو مش تحت السيطرة ليه؟ هو النهاردة الحيوانات اللي عنده اللي هي جاية النهاردة له مثلا 3 تحصينات، لازم الثلاث تحصينات انا بحصنهم ومشرف فيهم. النهارده المجزر عندي طبيب مقيم في المجزر ومعاه الاختام بتاعه الذبح والماده السريه. هل بقى مطلوب مني ان انا ما هو ده بيشيل حاجه عن كاهل الدوله. صحيح. ان هو بقى عنده العمال بتاعته والجزارين والناس اللي بتذبح وبتعمل، انا دوري في الاخر ايه؟ اكشف قبل الذبح واكشف بعد ما بيخلص الذبح. يعني اقدر هنا اقول رساله من الدكتور علاء عبد العال، الرجل الاول مسؤول عن الطب البيطري وصحه اللحوم قبل الذبح وبعد الذبح الاستهلاك الادمي، ان المجازر تحت سيطره الرقابه لسلامه الصحه الغذائيه للمواطن، سواء مجازر خاصه او مجازر حكوميه، مفيش استثناءات. لا 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 لا، احنا بنحاول الفتره اللي جايه دي، يعني بنحاول نفسنا القطاع الخاص ياخد الخبرات، هو ده الاهم، ويتولى موضوع اداره المجازر المنشاه الحديثه. يعني المجازر دي عايزه خبرات وعايزه عماله وعايزه تكلفه، فهو النهارده يا ريت القطاع الخاص يخش ويأجر المجازر الحديثه اللي هي انشات ويتولى هو الاداره، وانا دور الدوله رقابه بس. يعني افهم من كده ان الدكتور علاء مديريه الطب البيطري بتشجع الاستثمار. ايوه يا فندم، داخل القطاع البيطري والانتاج الحيواني، ولا لسه في القيود ومكبله ايدي الاستثمار عشان برضو ايه، احنا خايفين ان في تجاوز. يا فندم احنا هقول لحضرتك على سبيل المثال، احنا عندنا ارض المجازر في جرزه اللي هي خلاص التصديق ان شاء الله بتاع مع فخامه رئيس الجمهوريه يجي مجمع المجازر ده. احنا يعني لا يعني دوله او معالي المحافظ نفسه يجي حد من المستثمرين الكبار وينشئ ويدير دعوه، واحنا لينا ده مشروع، اهو مشروع متكامل. انا مش عايز اقول لحضرتك حاجه كمان، في مشروع زيه شغالين برضو فيه في انشاء مجزر آلي يخدم مدينه مدن 6 اكتوبر، وفي ارض جاهزه والجهاز عايز ينشئ. يا ريت لو في عندنا 2 مشروعين هم مجازر. يعني انا النهارده اقدر اتضامن مع الدكتور علاء مديريه الطب البيطري بالجيزه، واقول ايها المستثمرون في قطاع الانتاج الحيواني والبيطري، فرصه اغتنمها بمحافظه الجيزه. دعوه من السيد معالي محافظ الجيزه والسيد الدكتور علاء عبد العال وكيل وزاره ومدير مديريه الطب البيطري، عندنا أماكن الاستثمار في الإنتاج الحيواني والبيطري داخل محافظة الجيزة. نتمنى أن قطاع الاستثمار يتوجه، والمربين وكبار المربين والمستثمرين في هذا القطاع يتوجهوا إلى مكتب مديرية الطب البيطري والسيد المحافظ، حتى يتم ضخ دماء الاستثمار الإنتاج الحيواني والبيطري داخل شرايين محافظة الأليوبية وداخل الدولة المصرية. أشكرك يا دكتور علاء بأمانة على أن أنت يعني بتدعم عجلة الاستثمار. انا بقول لحضرتك احنا الموضوع يعني الموضوع ده احنا تحت امر اي مستثمرين في انشاء المجازر،
واي افكار، اي دراسات جدوى، اي اعداد هو يحتاجها عايز يكمل شغله بيها، احنا متضامنين معاه. ودي توجيهات من كل اجهزة الدولة لان القطاع الخاص يمد ايده شوية في مجازر الحيوانات الكبيرة، لان ده قطاع مربح جدا جدا، بس هو احنا ما عندناش مستثمرين كبار لسه خبرة فيه. ان شاء الله يجي لك المستثمرين، وان شاء الله العجلة التنمية داخل هذا القطاع تتم. خليني بقى يا فندم ادخل على شيء مهم اخر يهم المربين. احنا اتكلمنا بقى على المستهلك وان ازاي نحافظ عليه، عايزين نخش للمربين. المربي يهم الوقاية، عندك امراض، عندك تحصينات، عندك كذا، كلمنا على الوقاية يا فندم للثروة الحيوانية بتاعتنا. اعمال الطب الوقائي دي احنا اولا مش هنقول حملات، اعمال الطب الوقائي متوفرة على مدار 365 يوم في السنة، ولكن عشان الاعمال دي تنجح بقينا نعملها في صورة حملات. بنعمل في السنة 3 حملات للتحصين لمرض الحمى القلعية ولاد المتصدع، وحملة للتحصين لمرض الجلد العقدي، وحملة للتحصين لمرض طاعون المقطرات الصغيرة. اي فلاح او اي مربي فاتوا اي انواع من انواع التحصينات دي بيتوجه لاقرب وحدة بيطرية له، بيلاقي كافة التحصينات متوفرة. ما لقاش خطوط تليفوناتنا والشكاوي وكل حاجة موجودة، احنا بنستجيب لأي مواطن. النهاردة الناس كلها عارفة الشكاوي، رقم المختصر بتاع الشكاوي الحكومية، مجرد ونس واحد بي 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 بيشتكي بيقول أنا محتاج الخدمة الفلانية، في خلال 24 ساعة بتكون الخدمة. طب قول لي الإنجاز بقى له. احنا خلاص احنا عايزين إنجاز احنا وبالأرقام. احنا عملنا من شهر يناير لحد شهر 9 حملتين للتحصين لمرض الحمى القلاعية، دول حصلنا فيهم 256,000 راس ماشية. وعملنا حملة الجلد العقدي حصلنا فيها 94,000 راس ماشية، وهنا بنحصن الأبقار بس. حاليا احنا من اول شهر 10 شغالين في حملة طاعون المقطرات الصغيرة، وده مرض خطير بيصيب الأغنام وبيصيب المعز، ومحصنين لحد دلوقتي 21,000 راس من 55,000، ولسنا اسبوعين في الحملة ان شاء الله نوصل لنسبة 100%. طب حضرتك فندم، الجيزة والقاهرة والاسكندرية المحافظات اللي هي دايما بتعتبر محافظات ذات رفاهية او طابع خاص بيبقى فيها تربية الحيوانات الأليفة، فكان مشاع زمان ان الطب البيطري ما بيشتغلش في الحيوانات الرفاهية دي. فعلمنا من معالي دولة وزير الزراعة سيد بيك القصير ومصطفى بيك الصياد نائب الوزير، وسيادة اللواء إيهاب بي صابر مساعد الوزير لقطاع الطب البيطري، ان من أولويات محافظة الجيزة العيادات التي تخدم الحيوانات الأليفة. قولنا بقى الدور ده، لأن احنا دايما بنمسك في الحاجات اللي هي برضو مش هنتكلم على الأكل بس، هنتكلم على برضو الخدمات، لأن الحيوانات الأليفة والرحمة بالحيوان والرفق بالحيوان مهم. طيب أنا هقول لحضرتك حاجة، احنا محافظة الجيزة يعني بتتشرف إن هي من أوائل المحافظات اللي هي خدت اتجاه الاهتمام بأن يكون في خدمة للمربي، عيادات متخصصة للحيوانات الأليفة. والكلام ده احنا ابتدينا فيه بالضبط من واهتمينا بيه من 2011. واحنا في من خلال العيادات اللي عندنا، احنا عندنا حوالي 9 أماكن منتشرة في المحافظة بتقدم الخدمة دي. أشهر مكانين أو أشهر 4 أماكن عندنا، في عيادة في الديوان العام في نصر الدين في الجيزة، ودي عيادة قوية. أنا أقول لحضرتك متوسط عدد الحالات الأسبوعي اللي بتيجي فيها من 400 ل 500 حالة. عندنا العيادة البيطرية في إمبابة وراء اسم شرطة إمبابة، دي عيادة برضو من العيادات القوية بيجي لها 300 حالة في الأسبوع. عندنا عيادات في الشيخ زايد، عندنا عيادات في مدينة 6 أكتوبر، عندنا عيادات في حدائق مدينة حدائق أكتوبر. العيادات منتشرة ليه؟ لأن هو النهاردة الاتجاه للحيوانات الأليفة بقى موجود وواقع. طب الإنجاز يا فندم، احنا عندنا كام حيوان أليف تم التعامل معهم في العيادات دي؟
انا اقول لحضرتك حاجه، نتكلم عن ابسط حاجه اللي هي التراخيص. يعني نقول ايه التراخيص؟ احنا رخصنا من اول السنه لحد من اول يناير 23 لحد دلوقتي رخصنا 26,749 حيوان. يعني رقم كبير جدا. ده كمان احنا كمان بنوفر في العيادات دي جميع انواع اللقاحات، الأدوية اللي هي المضادة للحشرات بالنسبة للكلاب، في عمليات بسيطة احنا بنعملها، عمليات جراحية، في كمان الحالات الباطنية العادية اللي هي اللي بتيجي. انا برضو ممكن اقول لحضرتك الجديد ان احنا يعني بنتجهز للقانون الجديد اللي هو قانون حيازة قانون حيازة وترخيص الكلاب او الحيوانات الخطرة والكلاب. ده قانون نزل في شهر مايو، والقانون ده هيحل مشاكل كتيرة وهيتعمل له ادارات خاصة بالتراخيص، يعني هيبقى فيه تحسن اكتر للخدمة على مستوى مصر. طب خليني فندم ما يعني ارجع للامور، طالما العيادات بالعيادات نتكلم عن العيادات البيطرية برضو اللي تهم برضو الانتاج الحيواني عموما. انجازها ايه يا فندم العيادات البيطرية والوحدات البيطرية؟ بص يا فندم، احنا عندنا حوالي 64 وحدة بيطرية، دول منتشرين في ارجاء المحافظة لحد الواحات البحرية. لو حبيت اقول لحضرتك الرقم الحيوانات اللي تم معالجتها من الحالات المختلفة، بطنة، جراحة، جلدية، طفيليات، فوق عن 281,000 راس. تمام. دي ما بين حالات بطنة 45,000 راس، جراحة 3,825 راس، حالات جلدية. أهم حاجة كمان بتعملها الوحدات دي إن هي بتعمل قوافل بيتم فيها رش وعلاج الحيوانات من الطفيليات الخارجية. بنرش الحيوانات بمبيدات عشان الطفيليات دي بتنقل أمراض دم، اللي احنا بنشبهها بالإنسان بالملاريا. في أمراض طفيليات دم بتيجي بتموت الحيوانات عند الفلاح، فلازم الحيوانات دي تترش. طب يا فندم، الدولة تنهى جناحك جديد بتعليمات من فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، ويتابعها معالي دولة رئيس الوزراء، ويتابعها بحذر وكسب وترقب وإنجاز السيد وزير الزراعة، مشروع التحسين الوراثي لإنتاج أعلى إنتاجية من اللبن وأعلى إنتاجية من اللحوم لرأس الماشية الواحد. وصلنا لحد فين في هذا المشروع القيم اللي يعتبر مشروع قومي؟ احنا يا فندم عندنا هنا إدارتين مرتبطين ببعض، إدارة اسمها الرعاية التناسلية وإدارة التركيح الاصطناعي. احنا في خلال المدة اللي فاتت دي، التسعة اشهر دي، عملنا تلقيح لاكتر من 9500 راس ماشية بسائل منوي مطور وسلالات عالية الانتاج للفلاح. لان النهاردة انا عندي بقرة بتحلب 2-3 كيلو لبن، ما باجي بلقحها بسائل منوي محسن، الولدة اللي طالعة هتديني، مش هتديني الـ30 كيلو بتاعت السلالة المحلية، ولكن بتاعت السلالة المستوردة، لكن هتديني وسط ما بين البلدي وما بين المستورد، هتديني مثلا 15 كيلو، وهيطلع لي حيوان متأقلم مع ظروف البيئة المصرية. طبعا هيطلع لي حيوان إن معدل النمو في اللحم عالي جدا. فاحنا بنعمل على التحسين الوراثي عن طريق ان احنا بنعالج حالات العقم الوراثي، بنعمل تلقيح اصطناعي، بنوفر كمان الادوات اللي هي اللازمه للشغل ده، النيتروجين اللي بيتم حفظ فيه اللي احنا بنقول عليها بالبلدي البذره بتاعت السائل المنوي. كمان انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان احنا فخامه الرئيس انشا لنا في الجيزة في الصف وأطفيح، دخلوا في حياة كريمة واحد 11 وحدة بيطرية على أحدث تجهيزات. الوحدة البيطرية دي
فيها أجهزة سونار، فيها كونتينرات بتاعت التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، فيها ميكروسكوبات للفحص، فيها كل ما يلزم الطبيب البيطري ان هو يؤدي شغله على احدث مستوى عالمي. 11 وحده بيطريه منشاه ومجهزه احدث تجهيزات. يا فندم، مجال التحصينات ومكافحه الامراض مجال مهم، انفلونزا الطيور وغيره وغيره وغيره، في انجاز في في الملفات دي قد ايه يا فندم؟ طبعا احنا مرض انفلونزا الطيور ده من الامراض اللي خطورته ان هو مرض مشترك ممكن بينتقل للانسان ومرض خطير. فاحنا اول حاجه بنعمل حاجه اسمها تقصي وترصد للمرض. في اسبوعيا لجان بتنزل الاسواق، اللجان دي بتاخد مساحات من الطيور، لان انا مش هقدر امنع التربيه المنزليه، لان كل الاسواق بتجيلها طيور من الارياف. بنحاول نحجمها على قدر، بنحاول نحجمها ونسيطر على المرض. بناخد المساحات دي لدرجه ان احنا ممكن ناخد مساحات من الزرق بتاع الطيور اللي هو على الارض. واحيانا اللي واقع على الارض ده انت ما فيش طائر قدامك ده على الارض. بتطلع حالات ممكن تطلع حالات ايجابيه للفيروس. عشان الترصد ده بيقول لنا احنا عندنا ايه، في مشكله ولا ما فيش مشكله. كمان حضرتك احنا المزارع بنعمل معاينات الامان الحيوي للمزارع الكبيره كلها عشان خاطر نضمن ان المزارع دي بتطبق اشتراطات الامان الحيوي، وعشان ما يحصلش فيها اي مشاكل مرضيه. لان النهارده بالارقام بقى يا فندم، التحصينات قد ايه ورعايه الحيوان الطيور قد ايه؟ بص يا فندم، احنا حصلنا حصانات انفلونزا الطيور 309 الف طائر في الفترة البسيطة اللي فاتت دول، التسعة اشهر دول. كمان عملنا 13,696 مسحة. يعني انا بنزل المزرعة مثلا ممكن الساعة بتاعتها 300 الف طائر 400 الف طائر، باخد مساحات. فاحنا خدنا مساحات من 219 مزرعة، عدد المساحات دي 13,696 طائر. انا مش عايز اقول لك المساحات دي ممثلة لعدد 124 مليون طائر. 124 مليون طائر. كويس جدا يا فندم. تمام. فلا شغل الدواجن واوبئه الدواجن ده للسيطره على مرض انفلونزا الطيور. الدواجن سوق مهم للاستهلاك المحلي. طبعا. طب خلينا يا فندم، ما ينفعش برضو اتكلم عن مشاريع قوميه واغفل كان المشروع القومي حصر وترقيم الماشيه. ده مشروع مهم وقومي وبيدي خلفية للدولة الأعلاف، استهلاك الأعلاف، الأمصال، اللقاحات، حاجات كتير. وصلنا في الملف ده والمشروع القومي ده لحد فين يا فندم في محافظة الجيزة؟ بص يا فندم، احنا دلوقتي ترقيم وتسجيل الحيوانات ده شيء مهم جدا جدا عشان انا اعرف عندي ايه، عشان اقدر اتتبع الحيوان وتتبع الحالة الصحية للحيوان، ولو الحيوان ده اتنقل من محافظة لمحافظة اقدر اعرف بعد كده مصدر الإصابة جاي منين. ترقيم وتسجيل الحيوانات ده بيتم في اي خدمة بياخدها الفلاح. يعني لو بقدم تحصين الحيوان اللي المحصن لازم يترقم ويتسجل. لو الحيوان ده داخل الوحدة يتعالج وهو في الزناقه وهو بياخد الخدمه لازم يترقم ويتسجل. طب احنا عملنا رقم كبير قوي في التامين. طبعا الحيوان ده بيترقم ويتسجل مره في العمر. فاحنا من لحد دلوقتي مرقمين 31,000 راس ماشيه مرقمينها ومسجلينها، وصاحب الحيوان بياخد بطاقه بيتم في البطاقه دي كتابه العلاجات اللي خدها، التحصينات، كانها دفتر صحي كده له زي بطاقه التامين الصحي بتاعت بالظبط كده الانسان. والمشكله بس في المربي ان هو بياخدها وممكن يرميها بعد كده. ثقافه بس عندنا هنا ارشيف بيحتفظ بالكلام ده، بنحتفظ باسماء الناس والارقام وكده. كويس جدا. دكتور علاء عبد العال احمد، وكيل الوزاره ومدير مديريه الطب البيطري بمحافظه الجيزه، بنشكرك على هذا اللقاء الشيق، وبنشكرك لسعه صدرك لاستقبالنا بمكتب معاليك وسمح لينا ان انت تسمع الاسئله واراء المواطنين وطلبات المواطنين وتجاوب عليها بشفافيه وبالارقام. بنشكر سيادتك يا فندم. اعزائي المشاهدين، كان معنا
مسؤول بدرجة قيادة. دكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالجيزة قال: ليس الإنجاز فقط الأساس، لكن متابعة الإنجاز أهم. إذا كنت تريد أن تبقى في الصفوف الأمامية من التميز، لكن لابد وأساسيا أن تتابع هذا العمل والإنجاز حتى تنفرد بالمرتبة الأولى دائما. ومن الحديث إلى حديث عن الإنجازات دائما، انتظرونا في الميدان للتحقق من الحديث والحوار، وده وعد من القيادة البارزة، وعد من القيادة الشفافة، وعد من القيادة التي دائما وأبدا تعمل على أرض الواقع وفي صمت. لما نتكلم عن 200,700 رأس ماشية داخل محافظة واحدة، لما نتكلم على 55,000 رأس أغنام وماعز، لما نتكلم عن مضبوطات 186,000 طن لحوم فاسدة خلال أشهر، يبقى بنتكلم عن إنجاز على أرض الواقع. والإنجاز على أرض الواقع لا يتم إلا بفريق عمل. ومن هنا ومن منبر ملفات مسؤول أتوجه بخالص الشكر إلى فريق عمل مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، أتوجه بخالص الشكر إلى القيادة التي توجه مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة الدكتور علاء، أتوجه بخالص الشكر لمعالي السيد وزير الزراعة سيد بيك القصير الذي قال لي شخصيا: لا نخفي أحد ولا نخفي شيء، احنا بنخدم بلدنا وبنخدم المصريين، شوف واسأل الناس، عندنا تقصير نحله، عندنا تقصير ننجز، احنا عايزين ننجز، احنا عايزين بلدنا، احنا عايزين المصريين يحسوا بان احنا شغالين، واجهونا قولوا لنا عندكم تقصير، هنشتغل ليل نهار وهننجز. اشكرك يا معالي الوزير، اشكر معالي وزير الزراعة، اشكر ايضا واخص بالشكر الجزيل السيد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والسيد طبعا المحترم الاخ الفاضل القيمة والقامة السيد اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة الخدمات البيطرية ومساعد الوزير، الرجل الذي قال بالنص الخدمات البيطرية هي أساس صحة الحيوان، لأن إذا كان صحة الحيوان سليمة أتت صحة الإنسان سليمة. ومن هنا أحب أشكر القيادات التنفيذية التي تعمل دائما في صمت، لكن إنجازاتهم تتحدث عنهم أمام الكاميرات وأمام الرأي العام. أخص بالشكر الجزيل للسيد محافظ الجيزة، الرجل الهمام المحترم الذي دائما وأبدا نجده في شارع، دائما وأبدا نجده في مرور ميداني. شكرا إلى كل القيادات التنفيذية التي تعمل بحب لهذا الوطن. ومن هنا أتحدث إليكم في منبركم ملفات مسؤول، كان معكم عربي عيسى، وتحيا مصر بقيادتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.